السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنبدأ في Simple Facial Recognition System اللي هو نظام التعرف على الأوجه. أول معلومة عايزين نعرفها إن الوجه البشري بيختلف بصورة واضحة جدا ما بين البشر وبعضهم، حتى التوائم المتماثلة بيكون هناك اختلافات ما بين الأوجه وبعضها، وباستخدام عدد كافي من الريفرنس بوينت أو النقاط المميزة اللي بيتم تحديدها مسبقاً على أي وجه وقياس المسافات ما بين الريفرنس بوينت ديت وبعضها، يمكن إنشاء تمبلت بيميز كل وجه عن الآخر. ويمكن بواسطة التمبلت دوت إن إحنا نحدد هوية المستخدم، يعني هنستخدمه في عملية الأوثنتيكيشن. عملية إنشاء التمبلت من الصورة الأصلية اللي هم بيسموها الفيتشر اكستراكشن، فيتشر يعني خاصية، اكستراكشن يعني استخراج. العملية دي هي نون ريفيرسابل كومبريشن. ليه؟ لأنه لا يمكن إعادة البيانات لأصلها، لأن أنا بحاول أقلل كمية البيانات اللي موجودة في الصورة الأصلية وبركز على عدد محدود من النقاط، وبالتالي بلغي كمية من البيانات. يبقى إذن لا يمكن تحويل التمبلت إلى الأوريجينال مسج، لأن نوع الضغط المستخدم Non-Reversible Compression. في الصورة اللي حضراتكم شايفينها تم تمثيل الوجه اللي موجود عندي باستخدام 13 Reference Point، وبالتالي حجم الملف اللي هيطلع هيكون أقل بكتير جدا من الصورة الأصلية. لكن عندنا مشكلة، يا ترى هل ال 13 بوينت دول اللي هم من الـ A للـ H كافيين للتفرقة ما بين المستخدمين وبعضهم؟ ما نعرفش. هو بيقولني إنه عملياً في الـ Real System الـ Reference Point ديت بيتم اكتشافها والتعرف عليها بواسطة الكمبيوتر اللي أحياناً ما بيقدرش يكتشف كل النقط. إحنا عايزين نحسن من مستوى عملية التعرف على الوجه، يبقى لازم نزود عدد الريفرنس بوينت اللي موجودة عندي. يبقى إذن لتحسين عملية التعرف على الأوجه بيتم إجراء ميجرمنت أكتر، وبالتالي هيكون في فوارق أكبر ما بين التمبلتس وبعضها. لكن عندي مشكلة، لو أنا زودت عدد الميجرمنت المستخدمة هيزيد الوقت اللي أنا محتاجه لإنشاء التمبلت، وهيزيد الإفورت اللي أنا محتاجه لزيادة عدد الريفرنس بوينت. لكن المشكلة الأكبر إنها بتجعل التمبلت اللي موجود عندي يونيكلي، بمعنى إنه هتزيد الاختلافات ما بين التمبلت وبعضها اللي ناتجة من الشخص الواحد، وقد لا يحدث تعرف عليه بالرغم من كونه صاحب التمبلت المستخدم في قاعدة البيانات. علشان أوضح النقطة دي، نفترض إننا فيه صورة من الوجه الخاص بي موجودة جوا قاعدة البيانات، وفيه صورة تانية اللي هي الريال صورة. لتوضيح الصورة ديت، لتوضيح النقطة ديت، هنفترض إن أنا عندي صورة خاصة بوجهي موجودة جوا قاعدة البيانات. أنا عندي مشكلة في وجهي، ففي حبوب ظهرت عندي، يعني معنى كده إن الصورة اللي متخزنة في قاعدة البيانات هتختلف عن الصورة اللي هياخدها السيستم دلوقت، وبالتالي لازم يكون السيستم ده عنده جزء من السماحية، يعني يقدر يطنش بعض التفاصيل، ما يكونش دقيق جدا وإلا هيحصل أخطاء. نيجي نتكلم على الفينجر برينت ريكوجنيشن سيستم اللي هي أنظمة التعرف على البصمة. الموضوع ده مهم جدا جدا. أول نقطة بيقولي إن كل بايومتريك ايدنتيفاير، يعني كل علامة حيوية، بيكون ليها مجموعة من الخواص المميزة اللي بتساعد في استخدامها للتعرف على الأشخاص. على سبيل المثال أنا عندي الفينجربرينت. الفينجربرينت الخواص المهمة ليها بتشمل طريقة توزيع الريدجز. ريدج يعني تو أو قمة. يبقى أول حاجة إنه في حالة الفينجربرينت فالفيتشرز المهمة ليها هي الريدج كونفيجريشن، طريقة توزيع الريدجز أو النتوءات، والفالي اللي هي الوديان ما بين النتوءات وبعضها،
دي من أهم الخواص في حالة الفينجربرينت. إحنا ممكن نقسم الريدج كونفيجريشن لتلاتة ليفل، هنتكلم على الجلوبال ليفل وعلى اللوكال ليفل والمايكرو ليفل. أول حاجة تهمني الجلوبال ليفل. الجلوبال ليفل بيهتم بالمناطق اللي بتكون فيها الريدج ليها أشكال مميزة بيسموها سينجلاريتيز. السينجلاريتيز ديت احنا ممكن نقسمها لثلاث انواع. يبقى احنا بنتكلم على الجلوبال ليفل يهمنا فيه اللي هي هاي كورفيتشر شيبس اللي بيسموها سينجلاريتيز، اللي بتنقسم لثلاث انواع رئيسيه اللي هي اللوب والدلتا والوارل. اللوب بتنقسم لنوعين فرعيين والدلتا لنوعين فرعيين. يعني احنا ممكن نقول انه الانواع المختلفه للسينجلاريتيز هتكون خمسة، اللي هما اللوب ليفت واللوب رايت والنورمال ارك والتنتد ارك بالإضافة للوار. النقاط المهمة في الموضوع ده أنا معلم عليها باللون الأحمر. يبقى أول حاجة في حالة الجلوبال ليفل فالمفروض إن احنا بنهتم بالريجونز، النقاط اللي بتكون فيها الريجز هاي كورفيتشر شيبس اللي بيسموها سينجلاريتيز أو singular regions. السينجلاريتيز دي احنا ممكن نقسمها لثلاث أنواع رئيسية، اللوب والدلتا والوارل. اللوب هينقسم لنوعين اتنين إضافيين والدلتا لنوعين اتنين إضافيين، يبقى عدد الأنواع الأساسية للسينجلاريتي هيكونوا خمسة. هنا بيقول لي إن نمط البصمة على العشر أصابع بيفترض إنه يكون مختلف، لكن بيكون في بعض التماثل أو بعض التشابه ما بين الأصابع وبعضها. فمثلا بعض الأصابع بتحتوي على 1 singularity والبعض الآخر بيحتوي على 2 singularity وهكذا.